أنا أب للأربعة الوليدات وأمهم وأنا هي الساد الناس. الساد الناس لحد الآن حنا شهرين وحنا حابسين. لحد الآن حنا ما لاقيين من ناكل صراحة، نجيب من الآخر عينا لا مقدمات ولا مؤخرات، حنا ما عندنا ما ناكل. ناض هاد الدعم قالك أودي راه كاين شي دعم مدام، قالك سيدي كاين شي دعم مدام ديال سيدنا الله ينصرو، وسيدنا الله ينصرو راه ما نسيناش وما ناسيش الشعب ديالو. عاش الملك عاش الملك، راه مالك للهمم، راكم ما كانش هو وراه كلاونا. نجيكم من الاخر لا صافي، وصلات بيا الكاع حتى للدص صافي، ما لقيت حتى ما ناكل، ما لقيت ما نشرب، ولادي تيموتوا بالجوع، انا تنموت بالجوع، وشي تيموت بالجوع. دفعت للبواب، دفعت للبواب صيفطوا لي داك الملف، قال لك اللي يدرس لحد الان مازال ما عطاوني حتى شي حاجه، ما توصلت حتى شي حاجه. القفه سيدي ما توصلنا حنا تب 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 كي ديال الملحه هي الاخرى ما خديناهاش. بغينا نعرفوا حنا واش حنا مواطنين ولا ماشي مواطنين، واش حنا مغاربه ولا ماشي مغاربه، واش حنا اللي كنا مسؤولين ما مكتوبينش قولوها لنا. حنا حتى حنا مواطنين، عندنا وليدات، عندنا عائله، عندنا كلشي. الله الله غالب الله، كنا خدامين، كنا كنصوروا دوك الطريق ديال الخبز، كنا كلنا دابا انقطعنا على العمل. العمل ديالي مناول نهار بنهار، كنصور داكشي اللي كنصوره كناكلو انا ووليداتي. دابا الغالب الله دابا انا ما عنديش، حاليا ما عنديش، حاليا ما عندي ما ناكل. دابا انا كنطلب من الدوله، من 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 هذوك المسؤولين اللي مكلفين، صيفطوا لنا هذيك البركه اللي صيفطنا سيدنا، هذيك البركه اللي صيفطنا سيدنا. حنا بغينا هذيك البركه اللي صيفطنا سيدنا، حنا ما كنسعاو حتى شي واحد. حنا علاش ما توصلناش هذيك البركه ديال سيدنا، ديال سيدنا الله ينصرو تفكرنا؟ علاش المسؤولين ما بغاوش يتفكرونا؟ حنا مالنا، ماشي منكم، حنا منكم، حنا منكم، حنا ولادكم. وتفكرونا كما كتفكروا ولادكم، مشي انت عندك ما تاكل، حنا ما عندناش ما تناكل، ما نسينا. ولا سيدي راه سيدنا ما نسيناش، سيدنا كلفكم. باش عرفتي راه ما غاديش يصيفطوا؟ لحد الان هما بداو في المرحله الثانيه، هما بداو في المرحله الثانيه، هما قال لك سيدي صافي حبسات، حبسات صافي. دابا بداو في سيدي اللي استفد في الاول استفد. انا ما عنديش، انا متضرر لحد الان، انا متضرر، انا ما عنديش وما خديتش حتى الاولى، وعندي انا الاولاد ما تعرفوش، ما تعرفوا لا مرض لا والو، انا ساد عليهم من نعم العباد الله. وهذا الحجر الصحي مرحبا، ولا شي من عند الله مرحبا، ولكن هذا الشيء اللي كنشوف انا الناس المسؤولين يخدموا، يشوفوا يقلبوا، يقلبوا كما كيقول لك حنا عندرسوا، راه ما كان لا دراسه لا والو. هذاك الشيء راه عندهم عشوائي، راه الزروات عشوائي. اجيو قلبوا عليا، اجي لقيتيني دابا كما كنهضر معاك وكنكذب ساعه عاقبني باش ما بغيتش. هنايا من الناس اللي خدام معاه طالب معاشو، انا تندير داكشي ديال الصباغه، انا دابا وقفت. قال لك السيدي المعلم اللي خدام معاك، قالك سير الله يعاونك، راه دابا الطوارئ الصحيه، وانا ما عندي ما نوكل وليداتي، شنو غنوكلهم؟ شحال هادي باش توقف؟ انا دابا من بدا الطوارئ الصحيه وانا جالس، ما يمكن ما توصلك ما عندك لا راميد ما عنديش الراميد، وعندي غا لاكارت، ودفعت وصلني الميساج، ولكن الدعم راه ما كاينش. هذا هو اللي بغينا نقولوا للمسؤولين، الدعم راه ما وصلتنا حتى شي حاجه ديال الدعم. حنا كنطالبوا بالدعم، العار شوفوا فينا حنا راه ما عندناش، عالم بينا الله ونعم الوكيل. وهذا الشيء راه عيب، وبغينا المسؤولين يتجهوا لينا ويشوفونا، وحنا شوف فين ساكنين هنا، راه في العشوائي في البرارك، وحنا على قدنا، ماشي زعما نقولوا عندنا وهذه، ما عندنا حتى شي حاجه، ما عندنا محلات كارين، وما عندنا كراجات كارين، ما عندنا حتى شي حاجه. حنا ضعاف، عندنا محلات ديال البرارك، برارك عشوائي، محلات عشوائيين. والسير الرباح براسو شحال هو تيجي عندنا هنايا، تيجي عندنا وكيقول لنا صوتوا عليا وما يكون خاطركم. حنا وقفنا، حنا وقفنا غير 3 شهور ما شفتيش فينا، ما قالتيش علينا، كنتي كتجي كتوقف قدام بابي كتقول لي النهار خصكم شي حاجه انا معاكم وانا هنا. انا دابا وقفنا 3 شهور ديال الحجر الصحي ما شفت حتى شي واحد، لا رباح ولا حتى شي واحد. المسؤولين الله يرحم الوالدين، هاد الناس هادو اولى، هاد الناس هادو راهم الحماق. انا بعدا تضررت، انا تضررت، انا كنطالب بالدعم، الدعم فينا هو؟ ولكن قالوا لك تسنى، راه عيجي تسنى، وحنا كنتسناو، وهاد النوبه ما بغات تجي. انا تقهرت، عندي بنيه ومجوج، وشنو غنوكل هاد الوليدات؟ انا ما خدامش، والديا لاصقين عليا، شنو غتعطيهم؟ هما ما عندهمش، انت ما عندكش نيت اللي غتعطيهم، وانا انت مولف تتعاونهم، وراه ما يمكنش. وشوفوا فينا وتقوا فينا وجه الله، تنتمناو المسؤولين يحلوا عينيهم على الدوار. احنا في دوار بني مسكين، الناس راه ما عندهم ما تاكل ما تشرب، راه هادشي راه عار، راه عار. هادشي راه ما نبغيو لا العدونه ولا حتى شي واحد، ولكن شوفوا فينا حنا، التفتوا لينا شويه. وي انا دابا خدام سباق شهرين دابا وانا مريح، قال لي صيفطوا في هذيك
ديال الراميد، انا الراميد وافي. عاود تصيفط في البوابه قال لك راه الملف كيتدرس. المهم شي اخوان استافدوا، حنا ما استافدنا حتى حاجه، باقيين كنتسناو على الله. حنا دابا واقفين على الحد، رمضان شهرين دابا، رمضان دخل يعني تمول الحان، ودابا يتكريدي من عندو ما بقاش باغي يعطيك شي حويج. بحال مثلا الدريه عندي كتقرا، كتقرا في المدرسه، خاصها دابا داروا هاد الجروبات في سميتو، يعني هي دخلت خاصني انا تعبئه في 3 ايام ما عندي لا وي في لا والو. قضيه مول الحانوت يقول لك لا ما غاديش نعطيك تعبئه، يعني خاصك تاخذ شي حاجه اللي ضروريات. ومول الحانوت كتكريدي من عندو وما عارفش الاجال تالين، يعني حتى دابا بارك من الخدمه كنتي كتحسب سيمانه ولا دي غتكريدي من عنده واحد السيمانه، غادي السيمانه تخلصي، ولا غدير معاه الشهر غادي الشهر تخلصي. دابا التواصل في شهرين فهمتي، كيقول غا صيفطوا لك، انا ما صيفطنا حتى حاجه. حنا دابا راه حنا على الاخر، انا بغيت المؤونه ديالي اللي ناكل وناكل وليداتي، عندي الجبنيات ووليد ومعايا تنسيبي، وهادي راه بزاف عليا. راه وليت كنك انا دابا انا لا لا انا ساكن هنا في البرار، انا عندي براك انا يمان. حنا من صحاب البوابه، دفعنا في الاول مع صحاب الرميد، قال لك عاد في الرميد وافد، عاود دفعنا مع صحاب البوابه. ملي دفعنا من ذاك الوقت لدابا الان ما جاوبوناش ميساج لا بخاو ولا بعمر، حنا مازال كنتسناو. الناس هما كيقول لك يعني من غدا غادي يبداو ولا من اليوم غادي يبداو، يعني في المره الثانيه حنا ما وصلناش الميساج كاع من الاول، ما وصلناش حتى واش مقبول ولا ما مقبولش. عندك وليدات؟ عندي اربعه الاولاد، يعني حنا سته الناس. دفعنا في الرميد ما جاوبوا، ما جاوبوا الرميد وافي، دفعنا في لاكارت ما جاوبوناش، يعني ما صافش هذاك الميساج بسيط يعني واش مقبول ولا ما مقبولش، ما ردوهش علينا. مازال دابا حنا كنتسناو. شمن طورتو هذا؟ حنا بني مسكين بين الرميد مدينه القنيطره. سمعناه شفناها في الاشهار في الاذاعه، كنسمعوها في الاخبار، اما بالنسبه لنا ما وصلتناش. كاين شي ناس اللي كنسمعوا يعني وصلت، يعني الناس ديال قريب لينا هنايا، ولكن حنا ما وصلتناش. حنا ما كنخرجوش دابا في مده شهرين، ما كنفوتوش من الديبان من هنا، حنا شادين وليداتنا وجالسين في محلاتنا. ولكن شي حاجه زعما اللي يقول زعما شي قفه اللي شفنا شي حاجه ولا شي حاجه طلعت علينا، اللي مثلا اللي كنشوفوا حنا في الزنقه عندنا حنا ما كاينش. كنسمعوا يعني كاينه، ولكن بالنسبه لحنا ما وصلتش حتى شي حاجه. ماشي واصل حنا دابا يعني يعني سيتو في هذا الوقت هذه، ماشي راه وصل العدم وفيت العدم ليه، راه مده شهرين دابا حنا ما كنخرجوش. النهار قالوا لنا دخلوا كاين المرض، دخلنا لديورنا. سمعنا لذاك الكلام اللي قالوا لنا هما ودخلنا لديورنا، وكنا خدامين حنا تعرف نهار بنهار. انا كنخدم في القطاع غير المهلكه، كنخدم مع الكوكا والزريعه وداك الشيء، قهاوي ولا كورنيش. ما عندك لا رميد؟ لا ما عنديش الرميد، ولكن خدام في القطاع غير المهلكل، وصيفطت ديك البوابه. ما صيفطت والو؟ صيفطت لهم، صيفطوا لي في الاول طالب غير مرفوض، واللي صيفطت ليهم قالوا لي الطالب ديالكم كيتسجل راه كيتدرس. ومن حد الان ما شفنا حتى شي حاجه، شهر ونص هذه ولا شهرين ما شفنا حتى شي حاجه، والناس غتخلص في الخطه الثانيه وحنا ما شفنا حتى شي حاجه لحد الان. المعاونه جات حتى لحدانا ما شفنا حتى شي حاجه، ما شفنا والو. ها كله هذاك الشيء كله باك صاحبي، فهمتيني اخويا. وانا الناس ديال المالكي كيما خرجنا الدعم، هاد الناس راه ما وصلوا لنا والو، ما كنطلبوش شي حاجه مستحيله، كنطلبوا حقنا، حقنا اللي طاه لنا الشرع. الله سبحانه وتعالى قال لك الحق، حق الانسان خاصك توصل له كيما كنقولوا، توصل لي اي حاجه. وحنا دابا كنطالبوا من جلاله الملك الله ينصرو هاد الشيء اللي خرج لينا يعطيو لينا هاد الناس. عندي وليد وانا والمراه، بحال الماديه جد ضعيفه، راه ما نكذبوش على بعضياتنا، يعني راه وصلت للعظم، فهمتيني. انسان راه الدوام هذا شهرين حنا جالسين من الخدمه، لا مدخول لا شي حاجه، كنخدموا نهار بنهار تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حنا اليوم في بني مسكين ضيعه تشاور تابعه لولاد مبارك، وبالضبط مدينه القنيطره. كيف ما تنشوفوا حنايا في دور الصفيح، هاد الناس هادو تعاني واحد المعاناه كبيره، تعانيهم انهم عندهم الشتا تدخل عليهم، تعانيهم القطرات، تعانيهم انهم زادت المعاناه دابا اكثر واكثر مع من فهاد الظرفيه ديال كوفيد 19. ان هاد الناس دابا شهرين هما بدون عمل، شهرين هما حابسين من العمل، ما خدامين من حتى شي حاجه، مطبقا داكشي اللي كتقول وزاره الداخليه انهم يبقاو في المنازل ديالهم، راهم في المنازل ديالهم، ولكن شنو واش يموتوا هاد الناس هادو؟ خرج الدعم الاول ديال الرميد ما استافدوش منه، ديال البوابه ما استافدوش منها، خرج الدعم ديال مؤسسه محمد الخامس حتى هو ما وصلش ليهم الدعم. هاد الناس هادو راه تيعيشوا واحد المعاناه اللي كبيره وكبيره بزاف، خاص المسؤولين خصهم يحسوا بهم، خاص المسؤولين يحسوا بهم
ويكونوا رحيمين بهم، لانهم يعيشوا معاناه يوميه، عندهم اطفال صغار، عندهم ناس كبار المعاناه، عندهم نساء حتى هما كبار، كاين الناس اللي مرات بزاف. راه خص بنادم يحن، هادو راه هما الاولى، هادو هما اللي خصكم، هادو هما اللي خصهم تكون عندهم الاولويه للاستفاده من هاد الصندوق هادو. شوفوا من هاد العباد هادو وتعاونوا معاهم. والمهم خص ضروري ضروري وضروري خصهم يستافدوا هاد الناس، لما استافدوش راه ما كاين، راه الصندوق راه ما وصلش للغايه ديالو.